أنا عايش ميت، مش حاسس بالحياة. ليه يا ربي هيك؟ ليش أنا؟ لأمتى هالوجع بده ينخر قلبي وروحي؟ خدني، ما عندي أمل بشي بهالدنيا. جمل منسمعها من ناس قصصهم ولا بالأفلام ولا بالخيال، جمل بتحسسنا أنه الدنيا معتمة بوجه البعض، يلي ملاقى نور بعمر صار تقيل وصار بعد الأيام تيفل من كتر ما الأمل صار شي مش واقع بعيونه، صار مسحة وهم نكتة بايخة ما بتضحكه ولا بتعيشه ولا بتردله الروح. بكل القصص يلي رح نشوفها في صراع، صراع بين اليأس والأمل، قصص صعبة قررنا نكسرها، قررنا نتسلح بقلوب أكلها الألم تنتحدى أقدار مستحيلة. قررنا نقول أكيد في حل، وإيه في أمل. عأمل إنه أرجع أشوفك، أحضنك، بوسك، شمشمك قبل ما هالعمر يروح مني وموت. لازم تسمعني يا سائر وتشوف أمك قبل ما تموت. من يوم ما بيك أخدك مني وقالي موجوعة مش لقيت لك كتير، ودايماً عم فكر فيك بالليل وبالنهار، مش عارفة إذا جوعان ولا مش جوعان، وإذا عم تاكل ولا لا، إذا طيب ولا ميت، مش عارفة عنك شي يا ماما. كيف أنت عايش هونيك بالأردن؟ كيف صار شكلك اليوم؟ جوزت؟ عندك أولاد؟ ولا عم بيأسك بيك علي ولا بقلك أمك ميتي؟ جاي عبالي اسمع صوتك وتقلي كلمة يا ماما، وتنام حدي عالتخت وبحضني مثل ما كنت حدي تنام. برجع ببوسك وبتبوسني، نحن ونايمين عالتخت يا سائل. صورتك ما بتفرقني ولا بتروح من راسي ولا بتروح من قلبي، كل هالسنين عم فكر فيك. أنا أمك ما هي سائر، أنا حبيت فيك وحملتك ببطني 9 أشهر، تعرفتي إذا أنا أمك ما هو ولا لا؟ بتقول يا ماما يا وحدي غيري، أنا كتير انظلمت، بدي ضمك وشمك وأحضنك وتعودني على اللي راح مني 17 سنة. واضح أنه موضوعنا صعب وأنه في معلومات كتير نحن بحاجة إلها من الأردن. المعلومات اللي واصلة قليلة، البواب المسكرة أكتر بكتير منا، بس برغم هالشي نحن بدنا نحول الألم لفرحة. حلوين هالحكيات بس بيرعبوا كمان، لأن أحيان إعادة الإنعاش وفتح الجروح إذا ما وصلوا لنتيجة ممكن يدمروا أكتر. رعب منعيشه لما نقرر ندقر الجرح المفتوح، نحن نفسنا منعيش حالة الشخص يلي بدنا نساعده مع عبء كلمة شو كان بدكن فيه تعيشوه بالأمل.
عبء كلمة بتنعاد مرات كتيرة براسنا، براسنا نحنا، نحنا وعم نشتغل وعم نجرب نلاقي حلول. مها أم، وشو يعني يكون أنا أم وأتبنى قضية أم؟ شيء أكبر بكتير من الإعلام والمهمات والبرامج. صارت الأردن بالنسبة إلي تحدي، إذا ربحته برد قلب أم للحياة، فلابد من التحدي. مرحبا. أبي أسألك سكن هون. إيه مها؟ مش عارفة قد إيه لهم أهلي سكنين. هون بسور ما هيك؟ إيه. يعني أنت قاعدة مع أهلك بالبيت من زمان. إيه. وأهلك موجودين؟ عايشين يعني؟ أمك وبيك؟ لا، بي عطاكي عمره، فيش إلا أنا وأمي عايشين بالبيت. آه، أنت وأمك لحالكم؟ إيه. وشو عندك أخوة؟ في 4 بنات متجوزين وفي أنا. وفي عندي خاي أصغر مني متجوز كمان وساكن يا حاله. طب هن إخواتك ساعدوك بهذا الموضوع؟ لا، هلأ هن حاولوا بس قالوا لي ما في أمل. هيك قالوا لي؟ فأني حطيت براسي قلت لك الآن فيش أمل، معش كفيت. يعني صار له قصتك انت شي 23 سنه كلها مع بعض هيك؟ انا قالوا لي بس تحكي معها لمها حتقلك انه بتحب كل المنطقه الا مطرح واحد. بكره المنطقه حتى خان الاشقر. تكره هي المنطقة حد خان الأشقر؟ ايه. ليه؟ هون يعني؟ ايه، لأنه خسف ابني من هون. من وين؟ هذا الخان هون؟ ايه، هون من هالنقطة هون؟ ايه. طب تحمل تفوتي على الخان نحكي؟ ايه. كيف بفوت على الخان؟ خديني أنت. أول شي صار لك حاملة هذا الصندوق كتير مفلتي، شو في بقلبه هالصندوق؟ بقلبه قصة حياتي. قصة حياتك بالصندوق؟ كيف يعني؟ افتحي لي اياه، افتحي لي اياه. كيف قصة حياتك يعني؟ شو في بقلبه؟ هاي أنت؟ أنا وعروس. هاي أنت معها؟ كنت حلوة بالعرس كتير، ما هي؟ زوجك شو اسمه؟ ماهر. بس الله هالأيام هون كيف كنت وهون كيف صرت. كنت سعيدة كتير؟ كنت مبسوطة هالقد؟ قد كان عمرك لما تجوزتي؟ 27. وماهر قد كان عمره؟ ما سألته قد عمره، إجا طلبني وأهلي وافقوا. قلتي أهلي وافقوا، ليش أنت ما كنت موافقة؟ أنت ما كان بدك تتجوزي؟ أنا قلت بديش أتجوز، بس رجعت قلت بتجوز، قلت أحماه يصيروا الجيران يقولوا لي ما تجوزت وأحسن ما تعنس وتضلها بالبيت. بس كنت مبسوطة بالعرس. ليش كنت مبسوطة بالعرس؟ لأن هون حبيته، بس سافرت على الأردن صار يعذبني. قبل ما اروح لهون هو اردني وكان بلبنان وتعرفت عليه واجا طلبك من اهلك
ولما طلبك من أهلك ما حكيتوا إذا حتبقوا بلبنان ولا حتسافروا على الأردن؟ ما اتفقتوا؟ لا، هلا تجوزنا وقال لي بدنا نسافر على الأردن. قال لي ما قال لي إنه بدنا نعيش بالأردن. أخذني هيك طبغم وأخذني قعدني مع أهله، حطني بغرفة وأهله قعدوا بقية الغرف. سكنتي مع أهله بالبيت، كيف كانت حياتك معهم بالبيت؟ ابتدى كانوا منيح. قد ايه عشتي مبسوطة وقت بالأردن؟ يعني بدك تقولي شو، شهرين ونص. شهرين ونص ما كان في ولا مشكلة، ما هيك؟ وحملتي انت لتجيبي ولد، كيف كان الحبل كله؟ كان منيح؟ عادي ولا شيء، طبيعي. يعني ناطرين محمسين شو رح تخلفي، محضرين الأسامي، ما عم بتعبوكي بشغل البيت، كانوا هيك انت وحبلي؟ لا، كنت اشتغل عادي انا. وهو كيف كان معك؟ وكان عندهم جورة يحملوني منكش قاعد نكشلهم فيها، بقول لهم أنا حبلة وظهري صار يشعني. كانوا شغلوك أنت حبلة يعني؟ ما كان فرقاني معهم أنه أنت حبلة؟ طب كنت تقليله لقاله أنه أنت تعبانة؟ إيه، ولا يهمه. ولا يهمه أنك حبلة؟ ما كان خايف على الولد؟ عشان هيك بس ولدت، لما بعتي هون على لبنان وولدت، قعدنا فترة عند أهل وسافرنا، بلشوا نيكي قهرني. لما قررتي أنت أنه تخلفي، قلت بدي تولد ببيروت، ما هيك؟ بلبنان؟ بلبنان. قبل معك أنه تولدي بلبنان؟ إما إجا هو معي جابني. إيه، ليه قبل؟ كيف تقبل دغري؟ يعني أهله معترضوا لي أنت جاي على لبنان تولدي؟ طيب، جيتي عند أهلك؟ جيت عند أهلي وأخذني على برج شمالي ولدت فيه. قمنا هون ظهرنا، جينا على البيت، قعدت فترة عند أهلي، رجعنا رحنا على الأردن. ما انبسط بالولد؟ هلا هو انبسط بالولد عشان ياخده. ليش هو بوقتها كان عم بفكر ياخده أو لك؟ هيك يمكن كان حاطط راسه ياخده. أهلك كيف كانوا يتعاطوا معه؟ أهلك كانوا يحبوه؟ كانوا يحبوه، يعاملوه معاملة كتير منيحة وكويس، بس هو طلع مش منيح معنا. طيب، ولدتي، هيدي وثيقة الولادة؟ ايه. شو سميتيه؟ سائر. تعبان القلب ومش لاقيته، بس يشوفه. مين سميه سائر؟ بيو. انت كنت حابة هالاسم؟ لا، انا كنت حابة سميه علي. سائر ماهر ابو قعود، ما هيك اسمه؟ قد ايه قعدتوا بلبنان بعد ما خلفتي وقت؟ قعدنا فترة بس قعد يدور على الشغل، اشتغل شوي، وقمنا سافرنا على الأردن. قد ايه كان عمره سائر اصلا لما رحتي على الأردن؟ هلا انا ما اخذته يا الصبي على الأردن كان صغير. ما شفتي له سائر، عندك صورة له؟ ايه هي. بالصندوق كمان؟ هيدا سائر؟ ايه. بيشبه هيك ولا بيشبه بيو؟ لا، بيشبهني إلي. بيشبهك إلك؟ إيه؟ ترجيني. وهون كمان هو. بيشبهك إلك؟ بيشبهك كتير. ما بتفرج عليهم هول الصور أنت لحالك؟ إيه، أنا وقاعدة بالأوضة. إيه. بس تحكي مع الصورة، شو بتقولي له لسائر؟ شو بتقولي له؟ شو بتقولي له؟ بقول له بدي اشوفك قبل ما اموت. طيب، من الأردن كان عمره بالأشهر سائر، وانت قعدت انت وجوزك هونيك على اساس خلص ما عاد بده يجي على لبنان، قعد عند اهله سنة وست اشهر قعدت معه. طيب، امتى بلشنا الضرب؟ كان سائر عمره بالأشهر، ما هيك؟ شو صار؟
أهله قاعدين صاروا يغزوا يا ابنهم علي كيف يتركني، وجاب المبريش يضربني فيه، وجاب شريك كهرباء بدو يخليني فيه، فين عزمتي أهلي فيلو دي أهلك دهستك سيارة. قالك إذا مت بقول لأهلك إنه دهستك سيارة؟ طب هيك بلا سبب كان عم يضربك؟ بلا سبب؟ بلا سبب. طب وأهله ما عم بيشوفوه عم يضربك؟ يشوفوني أهله بس ما يقربوا يحموني، يوقفوا يتفرجوا علي إنه عم يضربوا وهو عم يضربني. أول مرة ضربك ليش؟ ضربني هيك من دون أول مرة سبب. ما عملت له شيء. لما عرفته هيك عم يعذب فيي وأبصر شو وانهارت أعصابي، قلت له أنا خلص مع شوية تعبت نفسي تبعتني عند أهلي على لبنان، بدي ريح أعصابي عند أهلي. طب ليه تغير هو هيك فجأة؟ هو أمه كانت بدها تجوزه بنت خي، يعني اسمها هي البنت منال، بنت خاله يعني. ايه بدها تجوزه منال. كان في علاقة بينك وبينه زوجية طبيعية؟ كنت عادي طبيعي معه، يعني كان منيح معك بأوقات تانية، كان قريب منك بأوقات تانية، كان في أوقات هو رايق فيها وبحبك فيها؟ لا، كانت في أوقات يبقى رايق معي وبحبني، آخر فترات لما صار يضربني وهيك شيء صار يكرهني، قلت له خلص أنا بدي أسافر عند أهلي تعبت نفسيتي مع شوية، أم بعتني على لبنان. ما قلتي له بيطلق؟ وبعتك انت وابنك لهون؟ بعدك مخليتين؟ تعرف حدا اسمه ماهر عبد محمد ابو القعود؟ لا حاسه قلبي مش حوصل يا شيء. ليش طيب؟ ولا حليق. وقف بيز، وقف شوي. شو؟ هو معقول؟ مرحبا، مين الأستاذ سائر؟ يا الله تفضلي. عأمل إنه أرجع أشوفك، أحضنك، بوسك، شمشمك قبل ما هالعمر يروح مني وموت. لازم تسمعني يا سائر وتشوف أمك قبل ما تموت. يعني كان منيح معك بأوقات تانية، كان قريب منك بأوقات تانية، كان في أوقات هو رايق فيها وبحبك فيها؟ لا، كانت في أوقات يبقى رايق معي وبحبني، آخر فترات لما صار يضربني وهيك شيء صار يكرهني، قلت له خلص أنا بدي أسافر عند أهلي تعبت نفسيتي مع شوية، أم بعتني على لبنان. ما قلتي له بيطلق؟ وبعتك أنت وابنك لهون؟ إيه، جيت عند أهلي هالجسمي كله مدبب. وأنت كل هالشي وما قررت إنك تطلقي؟ ليش بعدك بتحبيك أنت؟ لا، بس جيت على لبنان هون قلت لهم يصير يا أهلي عم يعمل فيي هيك، قصة واحد اثنين ثلاثة، قالوا لي أهلي إذا بدك تروحي أو يجي وراك بده ياخدك بده يحطك على العتب ويذبحك. مين قال لك بدي أذبحك إذا رحت لعنده مرة تانية؟ أمي. من خوف عليك يعني؟ ليه شافت جسمك شو صاير فيه؟ إيه، ما شافوا جسمي أهلي. بس أنا هون مثل ما عم بشوف على قصة الدعوة، قلت رفعت دعوة طلاق. إيه، مثل ما عم بشوف إنه اللي مكتوب كأنه طلاق غيابي، يعني ليش ما جربتي تحكي معه للطلقة؟ يعني ما كان في اتصال تلفون احكي معه. طلاق غيابي بالجريدة، كأنه هو مختفي أو مش مبين له أثر يعني. هو كان مختفي؟ لأنه هو كان بالأردن وأنا هون، صاروا طعون المحكمة يبعثوا له يبلغوه هو ما يرد، وقاموا طلقوني منه غيبة. طلقوكي منه غيابية؟ لما خطفوا لسائر قد كان عمره؟ 7 سنين. يعني قعد 6 سنين ابنك معك لحاله. تعبانه؟
ابنك قعد معك 5 سنين او 6 سنين مع اهلك وبيه مش مبين، ما سأل عنه كل هالوقت؟ لا يسأل. هلا هون لما طلع عنا تعود على بيه يقول له يا بابا يا بابا. ثائر يعيط لبيك يا بابا؟ ولا مرة عرف انه هيدا الشخص جده مش بيه؟ لا عارفه بيه. وتركتيه انت هيك؟ طب بيه بهالوقت كله ما سأل عنه؟ لا، وانا قلت يمكن ما عادش يسأل، لا اتصل ولا سأل لا علي ولا على الصبي. قول شو؟ هاي شو؟ دبدوب. هذا دبدوب تبع مين؟ تبع مين هذا الدبدوب؟ اللي ضبطتيه بالصندوق كمان. واقفة رشاء. بعدك مخليتي؟ والدبدوب هذا شو قصته؟ كان يحمله كثير؟ ايه، يقعدش يطلع ينام حد، يطلع ينايمه حده ويجي ينام حده ويعبطني ويبوسه ويبوسني. كان ينام حدي كل هالخمس سنين؟ حدك بحضنك؟ سبعة عشر سنة بتعرف الشي عنه. لا طيب لا ميت ولا شي. طب ماها كمان يعني انت ست كنت صغيرة، يعني بأول ثلاثينات إذا تجوزتي بالسبعة وعشرين وصارت كل هالمشاكل وابنك معك وانت مرة مطلقة، يعني ما قصدك رجال، ما طلب ايدك حدا، ما فكرت تتزوجي؟ أنا ما بدي اتجوز وما بدي اجيب له عامل الصبي، صرت أنا اشتغل وأقدم له اصرف علي وعليه. بس ما فكرت ترتبطي بقى؟ لأنه ارتسعت من أول رجال. إذا هلأ نحن لقينا سائر وما خليك بيو تشوفيه، شو بتعملي؟ بدي جيبه غصما عنه، بدي أقوله أنا أمك، أنا أمك ما جاية عندك، بدي شوفك. إذا بيو منعك هتخافي هالمرة؟ لا بديش خاف، دي بقى قوية. ليش قويتي هالقد انت؟ ليه هلا قويتي؟ لأن بدي حطم له حياته زي ما حطم لي حياتي وحرمني شوفة ابني. خايفة من الوقت؟ لا. خايفة ما يبقى وقت تشوفي سائر؟ خايفة من المرض؟ هلا أنا من المرض مش خايفة، مجبسة على حالي. عم تتقاوي على حالك يعني؟ ليه؟ لأنه في براسك شيء. شو في براسك؟ في براس ابني، بدي شوف ابني. هيدا اللي براسك بخليك عايشة لو في 100 سرطان، ما هيك؟ صح. اي دق الباب بهونيك نهار. فتح بي الباب، انفاد، تفاجئنا فيه نحنا. فات مين؟ جوزك؟ ايه. اجوا على البيت فجأة؟ بعد 6 سنين؟ ايه. قام هرب الصبي جوا على الأوضة. ليه هرب؟ عرفوا ليش من هو؟ ليش هرب؟ خاف منه من منظره. طيب، فات سائر على الأوضة تخبى؟ ايه، قمت لحقته أنا، قام تعبط فيي الصبي، قام لحقني البي، نتله من صدري وقام ظهر فيه وبلش الصبي صوت ويبكي، وقمت انا صرت صوت وابكي، قلن اخذ لي ابني، اخذ لي ابني. مين كان في بالبيت؟ ما ها كانوا في، كانت امي وبي. ما حدا هدي؟ ما حدا منعه؟ تركوه؟ ليه؟ على اساس قال يا اهلي ما ياخذوا على السوق، بدي اجيب له العاب، وراح وجهه وجهه. امتى قال لاهلك؟ انت قلتي فات ما قال ولا كلمه. امتى قال بدي اروح على السوق؟ رجع حكى يعني؟ بس فات على الاوضه اخذ الولد وظهر. قال انا بدي ظهره شوي وارجع اجي. لحقتيه انت لبرا؟ ايه لحقته، ما رجعت لحقت شوفه، شافته بين جيراننا عم يبكي، قام البي طرق وكف. حسيتي انه هي اخر مره حتشوفي ابنك فيها؟ حسيت انه اخذه وما عادش بدي يرجع لي اياه. هيك
بحس حدا في هذا الشيء غير الأم. نفسي يشوفني ويكون عم يسمعني أو يقول أني أمه أو يقول أمك بعدها طيب. ويرجع يقول لك يا ماما؟ ممكن تسامحي ماهر شي نهار؟ لا بسامحوش. قولك إذا عارف إنك مريضة بين الحياة والموت كان بجيب لك هو ابنك لعندك؟ يمكن إذا ضميره قلبه يمكن يبعث لي إياه. قولك ندمان جوزك؟ ما بعرف. 17 سنة؟ إيه له 17. في منهم هالصورة بس؟ هالصورة كيف وصلت؟ كان صغير بعده كمان. كيف وصلت هالصورة؟ هون أول ما أخذوا من هو تياب وهي الجزمة اللي لبسها بإيش. أول ما أخذوا مين جاب لك الصورة؟ واحدة بنت جيراننا هون سافرت على الأردن قالت لي أنا بشوف لك إياه. قولك بعده بيشبهك؟ هلا على الكبر بكل يمكن طولان يمكن بيتغير علي. إذا شفتيه قولك رح تعرفيه؟ إذا ما قلنا إذا ما حدا عارف إنه هيدا ابنك ما حدا قالك إنه هيدا ابنك. بيقولوا الأم قلبها بحسها. قلب الأم بحن إلا ما يعرف بس يحن القلب. عمره هلا صائر 23 سنة؟ إيه. قولك لو بيعرف إنه أنت موجودة ما كان إجا على لبنان؟ بلا. صار له 17 سنة مختفي ابنك وهلا قررتي إنه بدك تشوفيه لو شو ما صار؟ إيه. ليه هلا قررتي إنه بدك تشوفيه لو شو ما صار؟ لأنه أعيش بين الحياة والموت. يمكن أعيش يمكن موت بدي أشوف. قدي صار لك مريضة؟ إلي زمان. سرطان؟ سرطان؟ إيه. عم تعالجي؟ شو بقول الحكيم؟ جيني هون بغدد الأنفوية كل شهر بروح باخد علاج كيميائي. لما حكيمي يقول لك انه انت معك مرض صعب اول شيء قررتي انك تدوري على ابنك لما خبرك هيك الحكيم ما هيك؟ عندك امل انه حتلاقي ابنك؟ ايه. عندك امل؟ حتعيشي لتلاقي ما هيك؟ كل عمر بيد الله قصة بعيش ولا لا. إحساسك؟ إحساسك شو بيقول؟ إحساسي بتقلي بدي لقيه وبده يجي. بتعرفي؟ في ورق بشعة ما بحب أرجع طلعها وأشوفها بس في أشياء حلوة بهالصندوق الذكريات رح نرجع نسكره بس شو عبالي هيك تفتحي لي مرة جاي مع سائر تفرجي فيها على الصور إن شاء الله. كتير صعب توعدي أم إنه أنت رح تخلقي أمل من شي صعب ما هيك؟ بس رح نجرب. بتعرفي ما بعرف هي عائلة جوزك شو هي يعني سألنا عنها قبل الظاهر إنه هن بيتنقلوا من مطارح معينة لمطارح تانية فصعب إنه واحد يلاقي لهم أثر بسرعة. خايفة ما نلاقيه؟ خايفة يأذيني إذا جبته أو يتشكى علي هونيك. خايفة يأذيكي؟
فيني أسألك سؤال قاسي؟ إذا المرض أكلك قبل ما نلحقه شو بدك تقولي؟ شي شوفه على الكاميرا سائر وكل الكون، شو بدك تقولي إذا ما لحقني؟ أنا بحبك يا ماما يا سائر، بدي شوفك بأسرع وقت. هيدي كانت أول صرخة، أول صرخة للكون، للدنيا كلها. بركي بركي بيسمعها سائر، بركي بيسمعها. وصلتنا معلومات إنه من الضروري نكون على الأرض بالأردن. هي معلومات لا تزال غير كافية، بس الحضور على الأرض مسألة أساسية. على الأردن شوية معلومات بانتظارنا غير كافية أكيد لنوصل لمطرح. مها معنا والحيرة سرقتها، الحلول بلشت تبين قليلة، بس يلي بده يحكي بالأمل بده يتحدى الخيبات. خلينا نحن نعمل البحث الكامل من الأول، ولو كنا عم ندور على إبرة بكومة قش. الصباح على الصور والصناديق. شو؟ بدي صار لك واعية. شو؟ وعينا على الصغار. شو قولك اليوم؟ يطلع أحلى يوم بحياتنا اليوم؟ إن شاء الله. قلقاني. ليش؟ حسي حالك حده هون؟ قريب من هون هو حده هون. انت بالأردن انت؟ شو؟ قربنا؟ قربنا؟ بدك تكوني قده هالنهار؟ إن شاء الله. كثير بشبهي كمان. شو عم تقولي له من الصبح كنت اليوم؟ عم بخبره انه انا بحبك، عم دور عليك اليوم، بس بتمنى لقيك قبل ما اموت. اتكل على الله، في غيره اتكل عليه؟ ما هيك؟ طبعا في قول. شو بإيدك؟ بعرف انه شو بإيدك، بس حتى لو نهار مبلش صعب يعني بكل هالأفكار. جيت على الأردن بس خايفة ما لقيت. أنا بعرف، نحن عم نعمل كل شيء بنقدر عليه، كل شيء بنقدر عليه رح نعمله. مش أحسن من إنه ما نجرب؟ ما هي؟
قولي يا رب، قولي يا رب يا ماما، قولي يا رب يا رب يا رب ليك اليوم. تعرف حدا اسمه ماهر عبد محمد ابو القعود؟ لا حارتي قلبش مش هوصل يا شيء. ليش طيب؟ ولا حريقي. وقف بيز، وقف شوي. اوكي. شو؟ مو معقول؟ مرحبا، مين الاستاذ سائر؟ يا الله. نحن عم ندور على شخص اسمه سائر. اسمه سائر. عم ندور بي عبي ولا سائر لنلاقي سائر اول شيء كمان، وين كنتوا ساكنين بالاساس يعني وقاعدين؟ لانه هو غاب لما اختفى، ما كنت عم تلاقي له عنوان انت. فنحن رايحين على في منطقتين تحديدا هن اللي براسنا نروح عليهم. صرت محل ما جوزي كان، منطقه الصليط، ومخيم البقعه محل ما سكنت. ايه اهي مخيم البقعة محل ما انت سكنت. مذكرتي للمطرح؟ هلا بدك تقولي الي 17 سنة معش عارفة شيء. يعني هلا تغير علي اشياءات كثير بهي 17 سنة. اصلا المنطقة ما حتكون مثل ما هي، بس بضل في يمكن ناس يعني بدك تقولي مثلا أعمار بدي يكون تجدد جديد. ايه. هيك إشياءاتي يعني بدي يكون تغير علي إشياءات كتير. أكيد ما في منطقة بضل مثل ما هي 17 سنة، بس بضل في ناس ممكن تتذكريهم أو تعرفيهم نسألهم. هلا يمكن بتذكر ناس، بس كمان بدك تقولي إذا كانوا عايشين ولا ميتين. أنا توفى بشي حدا على قلبي. بتعرفي أسماء براسي؟ لا ما في أسماء. خلينا نجرب نشوف شو بيطلع معنا اليوم. بلش بمنطقته، هو محل ما خلق بالصلط. منطقتهم كبيرة. ايه ايه. جوزك مواليد 67 من منطقة الصلط. خلينا نجرب فيها أول شيء هيدي المنطقة. شباب قد ايه بعيد المنطقة؟ 40 كيلو. لا حارتي قلبش مش هوصل يا شيء. ليش طيب؟ ولا حريقي. ليش؟ ليش هذا الإحساس؟ لأن أحاسيس وضمير هيك عم بتقلي إنه مش حالي. إيه بس بقول إن شاء الله لي. إيه بتعرفي بتقولي شي مرة إنه أكيد سائر بمحل ناطرك. ناطرك هو ولد محرم من أمه كمان مثل ما أنت محرم من أمك. أكيد ناطرك. هلا بدك تقولي عنده خالي، يمكن هي وبي بكونوا قسوا علي. وهلا هو على اساس الصبي حاطط براسه انه امه ماتت حسب ما بيقول له بيو. قولك سائر حيسامحه اذا شافك انه انت ما متت؟ حيسامحه؟ اكيد لا مش حيسامحه. وصلنا؟ اه وصلنا الصلب. عال بدنا نبلش من هون. ايه نبلش من هون. اذا مع ابتسامه منيح النهار نبلش. شو يا ماما بدنا نبلش من هون؟ ايه معك الصوره؟ كيف حاسه حيعرفوا اولاد؟ خلينا نشوف اذا حدا حيقدر يعرفه. في حدا قالوا لي عنه عايش له زمان بهي المنطقه بيعرف كل العيال. حنجرب نشوفه. بعتقد بيكون ناطرنا منه.
مرحبا عم. كيف صحتك؟ الله يسلمك. بيت العالية انتو؟ انا لا انا محليك. ايه هيدا بقى هيدا العائلة صار زمان هون؟ نعم. عائلتك؟ نعم. قربي يا مها قربي يا مها حضرتك من الصل. بدي بس اسألك بيت ابو قعود بتعرف عنه شيء؟ بسمع بيت ابو قعود بس والله شخصيا ما شفت اي حدا منهم ولا بتعرف اي حدا منهم ولا بتعرف حدا بيعرفهم؟ لا والله ما بعرف. سكان هون حضرتك؟ اه سكان هون انا. طب نحن عم نحكي سكان هون حضرتك من اكثر من 30 سنه من 40 سنه ما بتعرف شيء عن هاي العائله؟ انا هون صار لي 43 سنه ما سامع فيهم هون. واحد ثلاثة سنة هو اسمه ماهر عبد محمد أبو قعود مواليد السلط يعني هون السلط وين السلط؟ لا في هاي المدينة أنا ما ركت أي اسم عليه بس شخص يقول لي هذا من هون ما بعرف بس بيعرف من جوز ممكن تعرفي موجود هاي على هو عادة الحلاقين اللي مثل حضرتك شاطرين بيعرفوا كل المنطقة أنا بالنسبة لي عادي أنا مش كثير هذا يعني عادي هيك بيه هلا ما بعرف هي الصورة قديمة بس يمكن الشخص هي صورة قديمة بس ما بعرف إذا هو تغير ملامحه كثير والله ما بعرف ما مرق عليك ما مرق عليك والله ما طيب والله ما مرق أنا بشكرك بتعرفي هذا الزلمة صار له هون 43 سنة هذا الحلاق معقول إنه ما بيعرفهم ما بيعرف عنهم شيء ولا عيلته ولا حدا لا وأنه هو سجل هون جوزي ما غريب؟ أنا هالمنطقة مش استغربيتها إن شاء الله يطلع شي حدا هيك بدنا شي حدا كبير بالعمر نسأله أنتوا ولا مرة جيتوا على هالمنطقة ولا مرة زرتي حدا هون بقى مستهجني إيه إنه عم نسأل وقالوا لنا منعرفش خلينا نجرب نشوف نسأل الناس شوف هالزلمة بديك؟ إيه نسأله إذا بيعرف مرحبا عم كيف صحتك؟ لك زمان بهالمنطقة؟ لك زمان بهالمنطقة؟ تعرف حدا اسمه ماهر عبد محمد أبو القعود؟ تعرف عائلة أبو القعود؟ لعور أبو القعود لعور ما بتعرفهم؟ ما سامع فيهم؟ أنا عباد بس ما بعرف هون أنت ساكن هون؟ قد ايه صار لك؟ أنا 10 سنين عشر سنين مصر لك زمان شكرا يا عم شكرا نعم انت لبنانية نعم نعم اهلا وسهلا كنت تجي عصر الخضرة هيك انت ما هات نقي خضرتك كل حمار وحلوات شو جيبه شو ما كنت تطبخي انت بالبيت يعني شو جيبه قرنبيط انت ما كنت تطبخي بالبيت هني شكولي اكل واعمل انت انت ما تظهري على السوق تنقي خضرة لا ولا حتى على السوق تنقي خضرة لا هني كله يشوفوه بس اكثر شيء عايشين على القرنبيط انت ما كنت تروحي لكن تشتري ولا شيء لا ممنوع الظهرة من البيت كله نوم الله يعينك طب كيف كنت تشتري ثيابي كيف كنت تعملي اذا على السوق ما تروحي كيف تشتري ثيابي هني ينزلوا يشوفولي شو يشوفولي طب ما توصيهم اغراضك انت في اشياء وحده هي بدها تشتريها في اشياء مهمة شو في طب ليه ما بتروحي معهم مثلا على السوق هني ما يخدوني لكن خلينا نشوف هيدا الزلمه اللي قالوا لي عنده هيدا ابو عماد ابو عماد القصير بمقهى المغربي هيك شكلوا لنا بس نشوف هيدا الزلمه شاطر كثير انا قالوا لي انه عنده كثير معلومات وقديم يعني زلمه يعني حافظ كل المنطقه خلينا نشوف أهلاً وسهلاً أبو عماد حياك الله عليك الله أهلاً وسهلاً أبو عماد تفضلي معك تفضلي
اهلا وسهلا. انا ريما كرجي. اهلا وسهلا. جاي بمهمة لنساعد ست مها توصل لمهر عبد محمد ابو قعود. خبروني اول شيء انه انت هون مرجع بالمنطقه، الكل بتعرفهم، كل العيال بتعرفها. كل عيال السلطة أنا بعرف. كل عيال السلطة بتعرفها. كل عيال من زمان كتير. بعرفها نعم. من زمان كتير. نحن عم ندور على هذا الشخص. والله هذا الشخص غريب على هاي البلد. بس هو مواليد هون. مواليد هيدي المنطقة. إذا مواليد السلط. والله هاي السلط سكنها عائلات كتير غريب يعني. كان فيها مواليد من خارج مدينة السلط. حتى من الضبة الغربية ومن الشرقية، هي كانت وحيدة لهذه البلد جوازات السلطة، أحوال السلطة. ممكن هو كانوا يطلعوا من شهادات الميلاد، جوازات السفر من مدينة السلطة. نعم. الشرط أنه يكون هو يعني من أبناء هذه البلد. يعني ممكن هو يكون مسجل هون بس هو مش حوالي المنطقة، مش من أهلها. مش شرط أساسي أنه يكون ساكن أو من السلطة. أنا قالوا لي ببيروت بدك توصل إلى حدا مكتوب على ورقته مثل أبو قعود مثل ماهر إنه مواليد السلط. ما قالك إلا مقهى المغربي وما قالك إلا أبو عماد. هذا أبو قعود ما مر علي هذا الاسم. أنت ما بتعرف ولا شخص منهم؟ بس ما بعرف هذا بمدينة السلط، هذا الشخص ما مر علي هذا الاسم. طيب أنا تفضلي. يعني عم ببرم كرمال قضية كتير إنسانية وبدي بدي بدي بصيص أمل. اعطيني ضوء، اللي وين نروح؟ اللي وين نروح هلا؟ والله لا تحتاري ولا عبالك، هذا ان شاء الله انه الايام بتجيبه بتردوا لاهله. الايام طولت يا عم، الايام 17 طولت. سنه الايام 17 سنه. لا لا البدا واستدار بعد 60 سنه وقال استعجلت، اللي بصبر بنوت. بدها صبر؟ بدها صبر. بدها صبر؟ على كل حال نحن بنشكر همتك معنا. الله يبارك فيك، إن شاء الله بتحل عقدته وبتنتهي وبتوجدوه بالمكان المناسب بالوقت المناسب. الله يخليك، اوكي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تعبت وشوب. لوين رايحين؟ هلا؟ ايه خلصنا هالمنطقة كلياتها، ما بين فيها شيء مثل ما شفتي، نروح على مخيم البقعة. مخيم البقعة بعيد من هون؟ نص ساعة تقريبا. نص ساعة. نجرب نحصلها ونشوف. نجرب. أنا محيرة والله، ما بدي حمسك ولا ما بدي حمسك، بدي أحس بوجع ضمير هيك إنه جبتك لهون وكنت متكلة إنه هذا زلمة يعرف. على كل حال هلا بمحل ما رايحين على المخيم في كمان حدا هيك من فعاليات المنطقة مفروض يكون عنده معلومات عن العيال. إن شاء الله إن شاء الله يقدر يعطينا شيء. إن شاء الله. محتارة أقول لك حلمي ولا ما تحلمي، لأنه أنا ما هذا محيرنا. كنت أنا بدي لك ولا أنت بدك تقليلي؟ شو؟ إنه بهالحلم يمكن اللي إيه يمكن ما اللي إيه، ونكون عم نفصل على الفاضي. جبتوني وعم نفتل ومنروح ومنيجي مش عم نلاقي حال. نحن حاطين ببالنا كل شيء، بدنا نجرب كل شيء. إن شاء الله. يعني خلينا نشوف بركي، يمكن أيام مش واحد بلاقي شخص بالمحل مش متوقع أحيانا. مش هالي ايه؟ ها ضمير عم بيقول لي عم نفتل ومن قوم ومن حاط مش هالي ايه نتيجة. ممكن ما يكون موجود بالأردن. معقولة يعني يكون بغير بلد؟ والله ماني عارف. يعني رحنا نزلنا على عمان هاي إنا لا وهاي إنا لا. فهون خايفة إذا نزلنا على البقعة كمان يقولوا لنا لا. شو كنت أنا استفدت؟ نكون جربنا. ما هيك؟ بس أنا اللي عم بقول وخايفاني ما اللي قبل البقعة زي ما كانش حدا يعرف. بدك نروح على المطار؟ ما نروح على البقعة؟
بدك ننهي الموضوع هون؟ بدك؟ هلا نحن منجرب منروح لأينا لأينا ما لأينا بنكون ما استفدنا. طب لحظة شوي بس توقف شوي بليز لأنه صالون ثائر للرجال. وقف بليز وقف شوي. أوكي. احنا بقلب المخيم هلا ايه؟ بالمخيم. صالون ثائر للرجال. شو؟ هو معقول؟ هونيك شفتيها؟ معقول هو؟ الله بالعليم. ممكن؟ شايفتيها؟ ممكن يكون هو؟ شو؟ والله صدمتيني ما يكون هو. ممكن يكون هو؟ ننزل؟ في رقم محطوط نطلبه قبل ما ننزل؟ ايه شو رأيك؟ بنطرقه ومنشوف الجواب. أبو آدم معقولكم تجوز وخلف؟ الله والعليم. ممكن؟ ممكن في الشبعين. شباب حدا فيكم بيعيرني تليفونه بليز؟ تفضل. بس ما قادرين نشوفه. 07 مسكر خطه. سكر خطه. بننزل نسأل. أبو آدم معقولكم تجوز وخلف؟ الله والعليم. ممكن؟ ممكن في الشبعين. شباب حدا فيكم بيعيرني تليفونه بليز؟ تفضل. بس ما قادرين نشوفه. 07 سكر خطه. سكر خطه. سكر خطه. بننزل نسأل. السائر يسافر؟ وين بيرجع؟ بده شهر؟ طب كنت بدي اعرف بس هو شو عائلته؟ شو اسم عائلته؟ منوخ. شو؟ منوخ. منوخ؟ طب بتعرف حدا اسمه ثائر ابو قعود؟ لا. كان ساكن بهالمنطقة قبل من زمان بتعرفه؟ لا. يا شباب بعدين انتم طيب. جابر تصوري. شكرا شكرا خلص شكرا. شو؟ مش فايدة. حسيت اللحظة حيطلع هو؟ ايه حطيت امل يطلع هو بس طلع مش هو. بدق قلبي. بس فيكي عم ترجفة كمان. انت منيحة؟ اكيد؟ مكفة؟ مكفة؟ طيب خلينا نكفة. قالوا لنا اسماء. في ابو سليمان مثل ابو عماد هونيك يعني مفروض يكون عنده معلومات كتير.
على شكل البيت؟ هلا قلت لك لي 17 سنة بدي يكون متغير علي اشياء كثيرة. عم بحكي شكل البيت، شكل البيت اللي قعدت فيه ماما. شكل البيت معمرينه حجارة بطون من فوق حاطين له هيدا صوفية زينكم. حلو؟ اللي بقلبه ناس حلوين؟ لأنه ما كان يخليني أقدر ولا عاشر العالم. مرة لعا شو اسمه عيطوا لي ناس يتعرفوا علي، وصلوا الخبر من اخواته، قام بهدلني قال ممنوع تروحي عنده. يعني بغار ولا محافظ؟ ما بعرف. انت كنت تظهري انت وياه زيارات عائليه، يعني الناس تعرفون بيقربوكم بيقربوه؟ لا ولا مره. ما بتعرفي من عائلته الا عمه؟ يعني هلا انا اذا وصلت بدي اشوف حدا من عائلته، قلت له انه في ماما هلا عائلته من بيت ابو قعود. ايه عائلته من بيت ابو قعود. اذا قلت انا عنك لحدا يعرفوا انت مين؟ عائلته بده يكونوا نسوا كمان، بده يقولوا مثلا من اجى معه. شو معرفك على كل العائله يعني؟ ما بدي يخليني روح صاحب العالم، بدي يخليني قاعده بالبيت. يعني ما رحت زيارات، ما فتت على ناس، ما في قرايب، ما في ناس بالمنطقة بيعرفوك شايفينك؟ فيش إلا هو الجماعة اللي كانوا بدي يتعرفوا علي، راح أخواته وزعوا علي وعمل لي بهدلة وقال لي هم ممنوع تفوتي عندهم وممنوع تصاحب العالم. ما بحب الأخذ والعطاء يعني. لا أم وبتحس يمكن قلتي لي حاعرفه من بيت 100 واحد لابني، من بين 100 واحد فيني اعرفه، ما هيك قلتي لي؟ ايه بس هلا اذا عنده اخوه مش عارفه هلا كيف بدي اشوفه. يعني مش رح تعرفيها ماما؟ مش حاعرفه. هو مع مين عاش هلا؟ مع مرت بيو؟ ايه ومع بيو. منال اللي قلتي لي عنها؟ قولك بحبها اكثر منك؟ مش عارفه لانه نهاره ما عادش عرفت شيء. بس هلا يمكن يقول لك انا عايش حياتي مرتاح وانت طلعتي لي تعملي لي مشاكل، ومنال امي ربتني، ليه جاي هلا؟ انا ما بدي اياكي هلا، كان بدي اياكي قبل ساعتها يصطفل. اذا هيك عبيل بدني يوزوا علي بدني أرتفون عنه. يصطفل ولا بدك تجربي تعملي كل جهدك ليفهم ابنك شو صار؟ اللي بفهم طفل وبيعبي له راسه شو ذنبه الطفل؟ مش هو تعبى راسه وما قاله ذنب؟ مين بده يرجعه محل ما كان؟ مش انت؟ بل. مش حنانك انت؟ هذا الحنان لمين عطيتيه كل هالوقت 17 سنة محبوس جواه؟ بدي اقول له انه مريضة بدي اشوفك انه قبل ما اموت. لما تعملي جلسه تبع العلاج اللي بتعمليها كل شهر اللي بتوجع اللي قلتي لي بتوجع وبتتعب واللي ما مخليه شعره على راسك تحت الحجاب، ما هيك قلتي لي؟ لا لا مش قلتي لي ما باقي شعره تحت راسي من الحجاب. طب لما بيجي حدا وبيتمدد على تخته وام ما بتلاقي احلى شيء بالحياه خلقته حتى، شو بتفكر؟ شو بتفكر؟ بفكر انه يكون حدي، بفكر يكون حدي وبتمنى يعطيني يا بيو ويقعد معي فتره. خلينا نشوف هلا ابو سليمان اذا بلاقي لنا عمه يا حمزه او بيعرف لنا شيء معلومه.
حضرتك استاذ ابو سليمان. مرحبا. اهلا وسهلا. تفضل. كيف صحتك؟ ماشي الحال؟ خبروني بالمنطقه انه انت هون مشهور وبتعرف كل العائلات وكل ملفات العيال. لا مش ملفات، هي مش مخابرات. انا لا قصدي ملفات، مين كان ساكن هون، مين بعرف عائلات هون. يعني بحكم سكنتي في المخيم طول عمري بعرف كل العائلات تقريبا. طب احنا عم ندور على حدا اسمه ثائر ابو قعود. عائلة ابو قعود. عائلة ابو قعود بسمع فيها. أي. بس ما بعرف يعني اشخاص منها. ما بتعرف ولا شخص منها؟ لا والله ما بعرف. طب تسمع فيها باي منطقه هون بالمخيم؟ بشكل عام بسمع فيها في المخيم، يعني تردد الاسم قدامي اكثر من مره، بس وين بالتحديد ما ولا اسم ثائر. لا والله ثائر في كثير بس ابو قعود. لا قصدي إنه... ثائر ابو قعود. انه يكون هذا الثائر اسمه ثائر ابو قعود ما بعرف. اما بسمع يعني بالاسم، اسم العائله بسمع فيه. وين ممكن تكون يعني تجمع عائلات معينه؟ والله انا بسمع بالاسم العائله بس لكن لوين بالتحديد ما بعرف. ما فيك تعطينا اتجاه يعني؟ البقعه. لا والله هم في البقعه، هم في الصلت، في الكرك، في ما بعرف، بس الاسم بيتردد قدامي يعني بسمعه. ما في ولا اتجاه قلنا جربوا هون يعني؟ والله ما بقدر احدد لك لانه وين يعني سمعت اخر مره بهالعائله؟ اذا بدي في المخيم، داخل المخيم سمعته بيتردد قدامي. اما يعني احدد لك منطقه اوديك على اربد مثلا. انا بشكرك جدا. العفو، لكن انا والله هذا يعني كل اللي بقدر عليه. شكرا كثير. اهلا. وسليمان كمان ما بيعرف. ما بعرف ليش ما عم نلاقي حدا بيعرف عنهم شيء، انه ولا شخص بيعرف عنهم شيء. شو بك ليه عم تبكي؟ شو بدك نعمل؟ بدك نكفي نكفي؟ بدك نرجع منرجع؟ سوا بدنا نرجع ينطور عليه. بدك نكفي نبرم نبرم؟ بدك لا نرجع لبنان؟ بنبرم إسا، بس سوا بدنا نروح نبرم. شوية تعبتنا عم نفتد احنا وياكم يومين مش عم نلاقي شيء. يا الله. احنا عارفين انه حنتعذب، مش عارفين انه حنتعذب؟ مش عارفين انه عم ندور على ابرة كمك قاش؟ ما انا عارفة انت عم تتعذب وما فيش، بس انا عم بتعذب. طيب بس نحن ما عندنا مشكلة نتعذب معك، نحن بدنا اياكي ترتاحي. طب صار لك 18 سنة عم تدوري عليه، بتوقع تلاقيه بسرعة؟ عمر بلد كامل عم تدوري ببلد يعني. أنت جاهزة؟ نجرب. نرجع نقوى؟ إيه. ونجرب؟ الله بعيننا. القدر صفى على مها عن جديد. القلق خانقنا كلنا. والسؤال الصعب فرض حاله. منكفي؟ أو منسكر الموضوع؟ معلومات موثوقة وصلت عن مكان ثائر، بس مع تحذيرات بأنه اوعى تفكروا تقربوا على البيت وحدكم. الموضوع مش سهل وممكن ينفهم محاولة خطف. ما قالكن إلا عطوفة السيد عيسى أبو عرابي، كبير المنطقة، رئيس بلدية الضيعة. ممكن يقدر يعمل شيء. هلا وين فايتين؟ أنت بتعرفي هذا المحل؟ نعم. هذا المطرح بتعرفيه أنت؟ هاي المنطقة بتعرفيها؟ لا. بس عم بيقول لي يوسف انه في معلومات انه نسوانه. لحظه، كم وحده اللي نسوانه عم بتقول يا يوسف؟ كم وحده؟ ثلاثة. جوز ثلاثة جوزك؟ بتعرفيهم؟ بتعرفي عنهم شيء؟ بعرف وحده لما بعثوا لي خبر على لبنان اسمها منال. فرجيني بليز الاشياء اللي عندك عم بتقول. بس انه هو التنتين ما بعرف. لحظه، زوج ضياء. خليني أعرف. أوكي، ولاده هولي، ولاده يوسف، قل لي هول ولاده اللي عم اللي بالهيدا.
فرجينا شو؟ في اسم فوق سطحية؟ ايه ولولاده يمكن. احمد وايمان وانوار وعنده زوجته خولة. بتعرفي اكثر خولة هي اللي منال قلتي لي هي بنت خالته. اول وحده منال بنت خالته. لحظه لحظه بس حاطين بس انه بس التين ما بعرف عنه. حاطين انه ثائر ابن خولة. ثائر ابن خولة؟ بتضيعونا. ثائر ابن خولة شيء؟ لا ثائر ابني. ايه وليش محطوط ابن خولة هون؟ شو يعني غيروا اسمه؟ سجلوا على اسم خولة؟ عرفني. ما عرفت اذا مسجلوا على اسم خولة ولا على اسمك انت؟ سجلوا على اسم خولة هو وولاد تانيين كمان. كيف نفسر له انه انت امه مش خولة؟ انت امه. المصدر مطلع لك اياه من سجلات ايه؟ شو قولك بكون قايل له؟ بكون قايل له انه امه؟ طب حتى لو قال له انه انت متي ما بيقول له امك ماتت وهيدي امك الثانيه مثلا ولا بيقول له امك الاصليه؟ لا اكيد بده يقول له امك ماتت وهي امك عم بتربي. بيقول الحقيقه يعني؟ وصلنا؟ بعده بيشبهك او لك؟ اكيد يمكن بيشبهني بس اكيد اذا شاف يمكن بيبكي. انا مشتاق لك ورح يضحك كمان لانك رجعتي. مها شي واحد اكبر من شوقها لابنها، شي واحد، وهو خوفها من زوجها ماهر. صارت ترجف رجفه اشتياق لولد صار له 17 سنه ما شايفته، ورشفة خوف ورعب عمرها كمان 17 سنة من رجل عنفها. قررنا نخليها بالانتظار بمكان قريب وندخل وحدنا عند الوسيط. جايين مشوار من لبنان كرمال ست عم بتموت، انتشر عندها السرطان وجاية لتشوف ابنها، وابنها موجود هون بالأردن. وعرفنا انه يعني مش منيح انه كنا ندخل بطريقه مفاجئه مباشره على العائله. فقال لي وين صعوبه الموضوع؟ ماهر جاري عزيز علي كثير، وثائر ابنه فعلا من 23 سنه خرج من لبنان. احنا يشرفنا ان نساعد على الخير وعلى نقرب المسافه بين امه لثائر وثائر، واحنا جاهزين باي مساعده انتم تشوفوها. يعني هي حلمة تشوفه بعد يا ستي على راسي بعد 18 سنه بحث وانقطاع عنه يعني، والمره يعني عم تخلص، فهذا حلمة بالحياه بالايام الباقيه. فمنشان هيك شو الخطوات اللي رح تعملها؟ حطني بالصوره. احنا بدنا ان شاء الله اني اقدر انا اجيب ابوه واتكلم مع ابوه. ان شاء الله ما تكون صعبه العمليه. الشاب رح يتفاجئ انه جاي صحفيين. اول شيء لازم نتحدث مع ماهر. نعم بدون الكاميرا، لانه تعرفي مفاجئ ماهر يعني ممكن يعني نعم. ما بيتم اللقاء. ثائر يعلم انه امه لبنانيه؟ ما بعرف. انا ما بقدر اعرف، ما اتوقع انه يعرف. نحن اتكلنا عليك. الوقت عم يمرق والمفاوضات بعدها ماشيه بين ابو عرابي ماهر. كيف كان ممكن تكون ردة فعله لماهر؟ الوقت عم يمرق والمفاوضات بعدها ماشية
بين أبو عرابي وماهر. كيف كان ممكن تكون ردة فعل لماهر؟ ماشي الحال. الله يسلمك. أنا البداية قالت لي بدي أروح أشوف أمي بلبنان، الولد كان معي. نعم. كان الولد عمره تقريبا حوالي 3 أشهر، أخذت الولد وراحت. طبعا الولد مسجل على جوازي. أي. لما وصلت لبنان هناك قالت فيش إلك لا ولد ولا إلك جواز سفر. هيك قالت لك هي؟ حرف الواحد قالت لك ما تجي على لبنان؟ ما تجي على لبنان، ما لكش ولد عندي بلبنان. شو السبب يعني؟ ما السبب بدي كانت البنت ما لهاش إرادة، كانت إرادتها في أختها. إيه أختها تتحكم فيها. إيه شو عملت أنت ساعتها؟ أنا ساعتها عملت عن طريق شوفري وعن طريق أصحابي اللي هناك جابوا لي الباسبور ورجعت على لبنان، جبت الولد. إيه قلت له خليني أطلعه وأخرجه وأجيبه. إيه وأخذت الولد وجبت على الأردن. هي ماهر بتقول انت اختفيت اول شيء 6 سنين عنا، وهي دورت عليك كثير، وهي حتى طلاق غيابه. هي الباسبور ما بين علي الاختام اني كنت اروح على سوريا واجي. وهي ودت وقت طلاق غيابي الصور لحتى الان عندي. بعدك بتحبها يعني؟ بحبها ومتمسك فيها. انت رحت اخذت الصبي من لبنان، اخذته بالتراضي؟ بالتراضي من عندها، هي لبسته. هي ايه بس هي عارفه انه هو رايح ومش راجع؟ لا رايح انه يطلع الحدود ويرجع. انه يعني انت كانك ضحكت عليها؟ لا ما فيش يعني انا اذا ما اعطيك مثلا فرصه اقول له خذها، يعني بدك تطلع شوف امي، قلت لها تفضلي روحي بس اخوها ما قبل، خذها هي وابنها. طب وخيها اللي ما قبل ولا هي؟ لا خيها اللي ما قبل. ليش؟ صارت مشكله بينه وبينه ودقينا ببعض. واخوها كان بيمون انه ما يخليها تفل، ما هي زوجتك فيك تاخذها انت، مثل ما اخذت ابنك بالقوه فيك تاخذ مرتك بالقوه. ورحت على المحكمه الشرعيه هناك قالوا لي لا احنا مش متخصصنا. وطلبت عن طريق السفارة الأردنية وعن طريق الخارجية. ماهر إذا رجال ومرأة بده يهربوا مع بعض في حدا بيمنعهم؟ يعني هي ما بتجي بقول لك أنا هي من هاي الشخصية عند أهلها. بس هي كمان كانت خايفة منك. شو خايفة من شو بدي أعمل لها؟ هي خايفة منك. أنت قال لي ليه؟ ليه؟ ولا مرة مديت إيدك عليها مثلا؟ مرة ضربتها؟ شوف كيف بيت فيش فيه مشاكل مستحيل. إلا يصير فيه مناقرات. يعني أقول لك اللي بيغلطوا هم البشر وأنا من البشر. تعرف شو؟ هي مش انوجعت نفسيا، انعطبت. وهي بتقول انه هيدا نتيجة التعب اللي عاشته بمحل بهذا البيت، الوجع اللي عاشته بهذا البيت. هي ليش ما قبلت ترجع يا ماهر؟ هي ما قبلت ترجع لأنه كان في بتقول سوء معاملة وألم. لا مستحيل. ماشي. رحت على لبنان. اتفاهمت أنا وياها. شو الحل؟ كانت بدنا نعيش هون. قلت والله أنا هون بقدر أرجع أعيش في لبنان. ثائر عارف انه امه لبنانيه، يعرف امه لبنانيه وبيعرف صور امه وعارف انه امه عايشه. اي نعم عارف انه امه عايشه موجوده في لبنان وما بيطلب يشوفها. ما الولد قاعد بقول يعني يعني ليش هي تركتني بالفتره. قلت له انا اللي جبتك مش هي تركتك. ما زال قلت له هيك؟ لا انا فاهم الولد. بتعرف انه هي مع سرطان؟ لا زعلان علي. اذا كان سرطان بالدم بعطيها من دمي كمان. هي هون بدك تشوفها؟ بدي اشوف اذا كان هون. مش تعال خلص تعالي تعالي سمشي بثار. أنا بدي أشوفها قبل ما بدي أمنع السرطان. لا لا بسيط كده عشيك معلش. لا بشوفيه لثار بشوفيه إن شاء الله بشوفيه لثار بشوفيه
بشوفي ما عليك بشوفي بشوفي اللي بدك اياه اللي بدك اياه بس طلع علي خلص بدك اياه بحقق لك اياه خلص تعالي جاي هون خلص بعطيك اللي بدك اياه تعال رد علي لا لا تقدر بسيطه 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 شيء اللي عندك هو يا اخي شيء اللي عندك هو انا سبت اخذك وديك لثائر يلا قومي يلا ما هو ما قبل الا هو يجي ياخذك ايه بس انت ما كنت معي 17 سنه حرمتني اياه وحرقت لي قلبي عليه والله ما حرق قلبك الا اخوك كله كان السبب هو في 20 سنه وانا قاعد بحاول عشان اشوفك ما كنت تتصل فينا على لبنان عند اسماعيل قصاب وبطلت بطلت ها ليش؟ لانك انت بدك تجيب ورقه طلاق من المحكمه مزبوط ولا لا؟ شلون طلعي فيه انت وين تحكي معي؟ بسيط خلص اللي بدك اياه بصير كل شوي انا اعصابي توتر لا بسيط بس هو اجى لعندك يراضيك خلص توكل اللي بدك اياه بصير بس انا مطير كثير تعبانه تعبانه والله كانت والله كانت دور زي الشمعه تعبانه يلا بسيطه اللي بدك اياه بصير هسه خلينا نمشي خلينا نشوف سائر يلا بدك تشوفي انت الامل مني قلت خلص مش هنلاقي بعدين ربنا سبحانه وتعالى فتح بوجهنا مش مصدقه انا قولي لي كيف القلب عم يعمل طاير طاير القلب طاير سائر وين مطول بعده مش قادره تنطر بقى ما مها النطرة هلا اطول من كل النهار مين اجى؟ اشو اشو قولك؟ مين كان صوت؟ مها؟ حبيبتي قول لك قول حبيبتي يلا فداك جايبك على الأرض وهذا بدوب انت صغير كنت تلعب فيه وهالقفر انت صغير ثائر أخيراً بحضن أم ثائر ومها يلي حياتها مهددة بكل دقيقة حاسة إنه قلبها أقوى من كل الأوقات وإنها منتصرة على كل الأمراض إن شاء الله تنتصر على ذكريات 17 سنة وتعيش مع ثائر أحلى أيام باقية.